هذه هي التحليه ديالنا او الفلون ديالنا، بحال هكا كيجيو بعد ما قطعتو بحال هكا. بحال هكا كتجي هاد التحليه، كتجي رائعه وكتجي زوينه، يعني كتستاهل انكم تجربوها، كتستاهل فيها كل هالعناصر اللي زوينه. كيف كتشوفوا هنايا زينتها غير بشويه البنان، حيت فيها البنان من الداخل، وفيها التفاح، وفيها الغريبه البهله، وفيها يعني فيها كل شيء. درت فوق منها هكا البنان التفاح شويه الجزر. المهم كنذكركم بان داكشي كله راه كاين لداخل. زوينه تحليه رائعه 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 رائعه، بحال هكا كتجي ديسير كيجي واعر. وهانتو شوفوا كيف داير، شوفوا كيف داير، غزال 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 غزال. وتتمنى ان يعجبكم ويرقكم. المهم كيتقطع بحال هكا مغصويات، بحال هكا بحال هكا، كيعجب الاطفال كيعجبهم هذا الفلون، كيجي بنين كيجي بنين وكيجي. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوا مع وليداتكم. ما تنساوناش بشي لايك وبشي تعليق زوين بحالكم، وربي يخليكم. ما تنساوش تكملوا ليا الفيديو للاخر. الله يحفظكم اخوتي وهذا الشهر الكريم، وعواشركم مبروك، رمضان مبارك سعيد عليكم. نتمنى منكم انكم تدعموني وتديروا الخير في هذا الشهر، الله يخليكم. شكرا لكم، الى طبق اخر ان شاء الله، ولا تحليه اخرى ان شاء الله، وقبلوا على هذا الفيديو. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك عليكم، لا دخل عليكم رمضان بالصحة وبالسلامة، ودوزوه بالخير وبالسلامة خوتي. المهم اليوم شي وزطاجة دير معكم واحد التحلية كتجي رائعة وكتجي غزالة 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 غزالة. هاد التحلية إلا درتوها ما غاديش تندموا عليها، كيحبوها الوليدات، واقتصادية وصحية. أهم شيء هي صحة، صحية أهم شيء أنها صحية. غندير لكم اليوم الفلون، الفلون بالفواكه. المهم فواكه اللي عندك في الدار، ما غاديش تركزيش من الفواكه عندك اللي موجود. انا داكشي اللي موجود عندي غنديرو. بالنسبه للفواكه اللي عندي هنايا، انا عندي البنان والتفاح، التفاح الخضر هو اللي غادي ندير، وغادي ندير الجزر شويه ديال الجزر محكوك، وغادي نديرها من السماء، غندير ندير فيها شويه ديال ما غاديش ندير البسكوي، غادي ندير شويه ديال البهله الغريبه البهله، وغادي ندير شويه ديال الفقاص باش يجينا داك الكروكون في الفلون، باش يجينا داك الكروكون في الفلون. كيجي بعدا شويه حرشه طيله دكلتي داك الفلون، كيجي غزال وفن، كيجي زوين. المهم اشنو كنحتاج بعدا لهذا الفلون؟ كنحتاج هنا عندي اتروت الحليب، عندي اتروت الحليب، وعندي فلون، عندي واحد ديال الشوكولا فلون، عندي واحد ديال الشوكولا، واحد ديال الشوكولا، واحد ديال مذاق الفاني عندي. يعني غادي نخلط جوج، غادي نخلطهم. عندي الفواكه اللي قلت لكم، عندي شويه ديال البنان هنايا قرطو ودرت ليه واحد الحامضه، عندي شويه ديال التفاح حتى هو الخضر قرطو، عندي واحد الليمونه حتى هي قرطه. ممكن تجيبوا الفريز، ممكن اي انواع التيسير عندكم. انا ما جبتش الفريز صراحه، ما خرجت نجيبش الفريز، ولكن انا غادي نقضي بهذا الشيء اللي عندنا. عندي هنا الجزر محكوك، كيف كتشوفوا هنا الجزر محكوك، غادي نحتاج منه غير كميه قليله، ماشي بزاف، غير كميه قليله، واحد جوج معالق كبار، باش يعطينا اللون، يعطينا اللون ويعطينا النكهه لهذا الفلون. المهم هذا الفلون مختلف، نتمنى انه يعجبكم هذا الديسير، تقدروا ديروه في الفطور في السحور فاش ما بغيتوا. المهم بقاو معايا لاخر الفيديو باش نوريكم الطريقه. غادي نكحلوا واحد شويه هاد المواعين، المواعين غنجيبوا الحليب ديالنا ساهل، ما فيه شي حاجه كثيره. غادي نضيفوا فيه الفلون باش نردوه يطيب لينا الحليب والفلون. بعدا حنا ضفنا السكر في الحليب، ضفنا السكر في الحليب، ممكن تضيفوا الفاني. انا حيت جايبه فلون فاني ما غاديش نزيد الفاني، فقط غنديرو، ولكن كتحبوا مذاق الفاني ممكن حتى هو تجيبوه. غادي نديرو هاد الفلون ديال الفاني، هانتوما كي كتشوفوا فيه بحال هكا. انا كيف قلت لكم الحليب راه محليه، راه دايره فيه السكر،
بحال هكا كنخوي هاد الصرشيه، نخوي تاني صرشيه ديال الشكلاط، وغادي ندير الخليط كله للبوطه حتى يفيض ليا الحليب، عاد غادي نرجع باش نوريكم كيفاش غنديروا لهاد الفواكه. غنديروهم في قاع ديال القالب. غادي ندي هاد الشيء هاد سميتو الحليب للبوطه، انا دايره السكر هنا وقت ما دابش ليا، ولكن انا غندي هاد الحليب للبوطه غادي يفيض، وغادي ندمج ليا العناصر مزيان، غادي ندمج ليا العناصر، عاد غادي نرجع باش نحك داك الفقاس، نحك داك الفقاس تحت شويه، عاد نجي باش ندير الفواكه في وسط القالب ونخوي عليهم هاد الفلفل. يلا بقاو معايا. رجعنا معاكم بعد ما خلينا الحليب هو والفلون كيطيبوا، بعد ما طابوا لينا الفلو عرفتوا كيف كيكون، انت ديروا الفلون في الحليب وكتبقاو تحركوا حتى يفيض الحليب، صافي هذاك هو الفلون راه طاب. دابا غادي نرجعوا كيف شفتوا هنايا، حنا درنا الغريبه البهله في قاع ديال القالب، درنا الغريبه البهله في قاع ديال القالب، ها انتما بحال هكا كتجي بحال هكا. الفقاس حتى هو حكيناه، المهم كنخليو شي طريفات كبار بحال هكا باش نحسو بهم اللي نكونو كناكلو الفلو. درتهم في القاع ديال القالب، والقاع ديال القالب غادي ندير فيه، المهم اي قالب عندكم ممكن ديرو. غنجيبو الفواكه، الفواكه حتى هما غادي نديروهم، غادي نشدو الفواكه وغادي نجيبو شي معلقه، وغادي نضيفو البنان، نسرحوه في هذا القالب، القالب كله نسرحوه فيه البنان. نتمنوا تكونوا كتشوفوا مزيان، غادي نكحاز وحدكم باش كنديرو. غادي نديرو في قاع ديال القالب البنان، ها نتوما كيف كتشوفوا كنسرحوا البنان دروكا، وكنديروا تطريفات ديال التفاح. كنديروا البنان وكنديروا التفاح بجوجهم، بحال هكا ومن بعد غادي نديروا الليمون حتى هو. طريفات الليمون حتى هما غنضيفوهم، التحليه كتجي واعره زوينه، كتجي رائعه بالمذاق ديال الغريبه البهله، كتجي زوينه يعني ممكن كل شيء فيها، ممكن تسحروا فيها، ممكن كتجي زوينه. غنزيد عليها شويه ديال الجزر، شويه الجزر ماشي بزاف، ها نتوما ماشي يعطينا لون، ومن الاحسن يكون الجزر ما فيهش الماء، ها نتوما الجزر محكوك، الجزر محكوك بحال هكا، ها نتوما كيف دايره، فنه 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 زوينه، كلشي فواكه فيها، فيها الكروكون، فيها كلشي. هاد التحليه اشنو غنزيدو عليها؟ غنزيدو عليها الفلو اللي طيبنا، وغنديو الثلاجه، صافي هادشي اللي كاين، ما واعرش سهله دغيا كتصاوب، يعني تحليه سهله، صافي كنضيفو هذاك الفلو بحال هكا على الفواكه، وكنديو الثلاجه، كنديو الثلاجه بحال هكا، وملي تصاوبينا نوريكم كيف كيجي في طبق تقديم. وشكرا لكم، نتمنى انه يعجبكم ويرقكم، وملي تصاوب لينا نرجعو نوريكم كيفاش جا. هذه هي التحليه ديالنا او الفلون ديالنا، بحال هكا كيجيو بعد ما قطعتو بحال هكا، بحال هكا كتجي هاد التحليه، كتجي رائعه وكتجي زوينه،
يعني كتستاهل انكم تجربوها، كتستاهل فيها كل هالعناصر اللي زوينه. كيف كتشوفوا هنايا زين تاعي بشويه البنان، حيت فيها البنان من الداخل وفيها التفاح وفيها الغريبه البهله وفيها يعني فيها كل شيء. درت فوق منها هكا البنان التفاح شويه الجزر. مهم كنذكركم بان داكشي كله راه كاين لداخل. زوينه تحليه رائعه 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 رائعه، بحال هكا كتجي ديسير كيجي واعر. وهانتو شوفوا شوفوا كيف داير، شوفوا كيف داير، غزال 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 غزال. وتتمنى ان يعجبكم ويرقكم. المهم كيتقطع بحال هكا مخصويات بحال هكا بحال هكا، كاين الاطفال كيعجبهم هاد الفلون، كيجي بنين كيجي بنين وكيجي. كنتمنى انه يعجبكم وجربوا مع وليداتكم. ما تنساوناش بشي لايك وبشي تعليق زوين بحالكم، وربي يخليكم. ما تنساوش تكملوا ليا الفيديو للاخر. الله يحفظكم اخوتي وهذا الشهر الكريم، وعواشركم مبروك رمضان مبارك سعيد عليكم. نتمنى منكم انكم تدعموني وتديروا الخير في هذا الشهر الله يخليكم. شكرا لكم، الى طبق اخر ان شاء الله ولا تحليه اخرى ان شاء الله، وقبلوا على هذا الفيديو.